علشان نتكلم بشكل عام على لقاءات الجولة وعلى قوة دوري نايل في الشكل الجديد في الموسم الحالي. معنا كابتن كريم ذكري نجم من نجوم الكرة المصرية والزمالك والمصري وأندية كتير. يا كابتن أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. هذا الدوري السنة دي مختلف، والاختلاف بتاعه خلى مفيش وقت اللي يكون في جس نبض، بقى في سرعة من أول جولة. احنا حاليا هنبدأ الجولة الرابعة، أول ثلاث جولات مفيش فريق مهما كانت قوته قدر يحافظ على الفوز في ثلاث جولات، وده حاجة غريبة مش معتادين عليها. شايف بداية وانطلاقة دوري نايل ازاي حتى الآن يا كابتن؟ أنا بتفق معاك طبعا، كلها لقاءات نارية من أول أسبوع، يعني مفيش فرقة فعلا قدرت تحقق ثلاث انتصارات أو ماشية يمكن العلامة الكاملة بنسبة كبيرة. ده بيوريك فعلا البونت غالي، يعني دوري مضغوط، دوري صعب جدا. انا شايف ان في اربع خمس فرق عايزين يحطوا نفسهم في وسط الكبار، واغلب الفرق بتحاول تجمع نقط، عشان كده البونت بيبقى سهل، البونت بيبقى غالي على الفرق سواء على ارضها او بره ارضها، بتلاقي كل الماتشات صعبه عموما. مين الفرق اللي فاجأتك في بدايه الجدول، بدايه اللقاءات كده؟ في فرق طبعا بتكون انت عامل حسابها انها على المستوى البعيد، لا هتجمع نقط كويسه، وطبعا طلع اهلي زمالك بيراميدز من الحسبه اللي احنا بنتكلم عليها، لان دول المفروض مصنفين في اول ثلاثه، بيجي معاهم المصري، بيجي معاهم سيراميكا، بيجي معاهم البنك الاهلي. الاتحاد من الفرق الكويسه السنه دي. انا شايف ان المنافسات كلها صعبه بصراحه، الفرق كلها بتقدم مستويات كويسه، ممكن في فرق لسه بدايتها مش احسن حاجه، لكن مع الوقت ممكن تلاقيهم بيقدروا يجمعوا نقط اكتر، وفي مع الوقت وانت بتجمع بنط انت دايما بتلاقي نفسك بترخم بلغه الكوره على الفرق الكبيره عموما. ففي ماتشات انت مش عامل حسابها، في فرق داخله كبيره هتاخد ثلاث نقط، ما بتاخدش الثلاث نقط، بتروح منها اثنين بونت بتخسر. فلعبه الكراسي الموسيقيه انا شايف ان هي هتفضل مستمره اسبوعين ثلاثه لغايه ما الامور تصفر. وده حصل في اول ثلاث جولات، اول لقاء بتروجيت عطل بيراميدز، ثم الجوله الثانيه الاتحاد عطل النادي الاهلي، نفس الجولة الزمالك اتعطل مع المصري. فعندنا كل جولة في فريق بيقع وفرق بتقدر تكمل. طب لو شفنا المفاجآت السلبية شوية، يعني الناس كان عندها أمل كبير جدا إن زد، إن سيراميكا يكملوا بشكل كبير بانطلاقة جامدة الموسم الحالي، البنك الأهلي، يعني الثلاث فرق دول بيمتلكوا عناصر كبيرة، ولكن بدايتهم السنة دي مش أفضل حاجة، مش ده الشكل اللي شفناهم بيه في آخر نسخة. انا بتفق معاك مليون في المية، وانا قلت لك ان في فرق معينة ممكن السكواد بتاعها يكون قوي جدا، لكن عايزة وقت شوية عبال ما تثبت تشكيل، عبال ما تاخد ثقة الماتشات ومكسب الماتشات، كل ده بياخد وقت. وانا شايف ان انا اتفق مع حضرتك، بس سيراميكا كليوباترا مثلا شفناه في السوبر المصري احرج النادي الاهلي والاهلي كسب بصعوبة، فالناس كان عندها امل كبير، ففي انسجام، لكن حصل تراجع بعد اول تعثر مع النادي الاهلي بخمس اهداف. لان البدايه برضو بترجع مع النادي الاهلي في الدوري، فدي مشكله كبيره جدا. وانا شايف يمكن اللي هو اشرف نصار كان بيتكلم معاك بيقول لك ان في فرق كتير جدا بتشتكي من القرعه، لان هي في فرق في الدور الاول ممكن هتلعب ماتشات ما تلاقيش في الدور الثاني، ففرق صعوبتها في المباراه ان هي بدات بالانديه الكبيره، فانا شايف ان دي اصعب حاجه ممكن تقابل الفرق كلها في الدوري، مش زد او سيراميكا بس. فرق كبيره جدا ممكن تقع، فرق السكواد بتاعها كويس جدا ممكن يقع قدام فرق ممكن تكون مش احسن حاجه ولا السكواد احسن حاجه. واديتك يمكن مثل بسيط ان الجون المصري بيقدر يكسب الزمالك، لكن في نفس الوقت ممكن قبلها باسبوعين او اسبوع نتعادل مع الجون وما قدرش يحط فيها ولا هدف، فهي دي صعوبه الدوري كله. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك على لقاء مهم جدا في الجوله الرابعه، ومتهيألي لقاء برضو مهم للفرقتين بيراميدز والمصري. الفريق اللي هيقدر يفوز هيقدر يكمل في سلسله ايجابيه من الانتصارات ويقدر يخلي نفسه في مقدمه الدوري، شايف الافضليه تروح لمين؟ انا شايف ان ده اللقاء ست قمه نقط. الجوله يعني ست نقط على طول، انا باخد ثلاث نقط وبعطل الخصم المباشر يعتبر معايا بثلاث نقط كمان، فماتش صعب جدا، فرقتين كبار، فرقتين عندهم من اقوى السكواد اللي موجود في الدوري، عندهم حاجات كتيره جدا سواء داخل الملعب او خارج الملعب، فرقتين يا كمان دايما ماتشاتهم دايسين بنزين، يعني مش هتلاقي فرقه بتدافع وفرقه بتهاجم او العكس، لا الفرقتين دايسين بنزين، فاتوقع ان دايما بيبقى ماتشاتهم ممتعه كلها ماتشات وعندهم استقرار وعندهم انسجام عالي. طب من اللقاء ده للقاء من كلاسيكيات بقى الكره المصريه، المحله والزمالك بالنيلوك اللي موجود في استاد المحله، الزمالك لقاءاته مع المحله في ملعبها دائما بيكون في مفاجآت ودائما بيكون لقاءات ممتعه. شايف شكل الزمالك بعد الاخفاق
في الجولة الماضية، والمحلة عاوزة تكمل في الانتصارات بتاعتها. ماتش صعب للزمالك، اختبار تاني صعب، بتخرج من اللقاء المصري وخسارة، بتروح لفريق جماهيري في ملعبه، ملعب غزل المحلة بصراحة فاجئنا كلنا، يعني عايزين نشكر المسؤولين، ملعب هايل، ملعب بيشجع ان انت تلعب فيه كورة، لقاء جماهيري، لقاء زي ما انت قلت كده، هذا لقاء من الكلاسيكيات اللي هي بتاعت زمان دي اللي احنا بنحب نسمعها، زمالك ومحلة، زمالك ومصري، زمالك ومسمعك، الفرق الجماهيرية دايما بنستنى ماتشاتها، المحلة عاملة شغل كويس جدا مع الكابتن احمد عيد. فبقول لك لا، ماتش حلو وماتش ممتع، ماتشات كلنا هنستناها، ممكن ماتش كمان تلاقيه مفتوح من الفرقتين خلاص. صحيح. برضه الفرق اللي احنا بنتكلم عنها ان هي ممكن تدافع، لا المحله برضه ما بيدافعش باسلوبه الجديد مع الكابتن احمد عيد، دايما بيلعب خطوطه مفتوحه، دايما بيدور دايما على المكسب والهجوم، فهتلاقي لقاء مفتوح من الفرقتين، لقاء صعب على الزمالك ولقاء برضه صعب على المحله. اخر سؤال لحضرتك عن لقاء بكره النادي الاهلي والبنك الاهلي، لقاءهما عاده بيكون فيه غزاره تهديفيه، هل هنشوف لقاء فيه غزاره تهديفيه ومتعه في غياب وسام ابو علي هداف النادي الاهلي؟ طبعا وسام لعيب كبير وممكن يفرق مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي دايما متعودين عنه على الشكل الجماعي، يعني ما فيش فرقه كبيره عموما، انا عندي قناعه شخصيه ما فيش فرقه كبيره عموما ممكن تقف على لعيب، ما بالك كمان النادي الاهلي، فعنده حلول كتير جدا، عنده طاهر فايق، عنده ممكن كهربا مسجل هدفين اخر مباراه، الناحيه الثانيه عندهم حلول هجوميه كتيره جدا 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 فوق ما تتخيل، البنك الاهلي من الفرق المحترمه والكويسه، معاهم مدرب هايل، معاهم مدرب هايل، وانا كنت شايف ان في وقت من الاوقات هم محتاجين مكسب، السنه اللي فاتت كانت الامور مش احسن حاجه، لكن بداوا يفنشوا كويس، وانا شايف ان ممكن بدايتهم السنه دي تكون كويسه واحسن من السنين اللي فاتت، لما بيجي الكابتن طارق مصطفى ويفضل مع الفرقه فتره، لا ده بيثبت شويه تشكيل، بيثبت شويه نتائج، بيثبت حاجات كتيره جدا، وعشان كده بنشوف البنك الاهلي ممكن ينافس اي فرقه في مصر. يعني شكرا جدا ليك كابتن كريم ذكري، بنستمتع بالكلام مع حضرتك.